وانت مين انت وايه اللي موقفك كده؟ ده لبيت مين الملجح ده؟ هات الجلابيه بتاعتي. عايز ايه انت؟ انا ده ملعب دواد ابو عمو بالدوده. انت الباشمهندس بركه؟ ايوه انا زفت. عايز ايه؟ خلاص يا ابو عمو. استنى هنا، رايح فين وجاي منين انت؟ انا مشيعني الحد وهدان من البلد، قال لي تدلع على الباشمهندس بركه هيوقف دارك، بس بعد اللي انا شفته هيضرالك ده اروح اجيب لك زياره وادي ازورك في السجن. استنى، لا حول ولا قوه الا بالله. طالما جاي من عند الحاج وهدان خلاص انت هتعيلب يا زفت. خير يا بركه بيه. هتجمع الرجاله وتنظف كل ده ترجعه زي الاول، فهمت؟ حاضر يا بركه بيه. يلا قدامي. وطفشان من الصعيد ليه؟ عليه طار يا ابو. ايه انت عليك طار؟ انت حسبي الله ونعم الوكيل. عليك طار كيه؟ اللي هيقتلك هيستفيد ايه؟ ده قتل ناموسه فيها حرمانيه عنك. ايه حكايتك انت؟ احكي لك يا ابو عمو، يدي من 25 سنة. انت لسه هتحكي 25 سنة؟ هات اخر 3 ساعات في العركة واخلص يا ابو عمو. ده عركة وعرة قوي، تاخد لها ايدي سبوعين حاكي. خلاص وبقى نحكيها بعدين. يعني انت هتشوف لي شغلانة ولا شق خلقاتي وادور اقول ده يا ولاد داي؟ هتقول ايه؟ ده يا ولاد داي. بتعرف تعمل ايه انت؟ كل حاجة. كل حاجة زي ايه يعني؟ هتسوق غواويس؟ بسوق طيارات؟ بتطلع فضاء يعني؟ اطلع كيها يعني يا ابو عم؟ اسوق مستقل عادلة، ضرار زراعي، بابور طحين، مكنة راي، توك توك. لا حول ولا قوة الا بالله. اعمل ايه بس يا ربي؟ اقطع اليوم ده من نتيجة واخلص. ماشي، الماء كذب الغطاس، فضل قدامي. ربنا يحميك يا بركة والطاهر، ربنا يدزيك على قد نيتك يا رب. يلا اطلع لما نشوف اخرتها. طب يا عم بركه هتشغلني معاك ينوبك سواف فيا ولا هتعمل ايه؟ ينوبك سواف يا ابني بطل زني، يخرب بيتك. يلا هات شنطه العده وميزان الميه ده وتعالى ورايا. قلت لك تعالى ورايا. طب يعني انت هتشغلني معاك طيب ولا ايه؟ انت اشتغلت خلاص، وفي الليل هنشوف لك مكان تبيت فيه. طب واليوميه كام؟ حط الحاجات دي في العربيه. في العربيه دي؟ العربيه ها ما شايفهاش؟ اللهم صل على النبي. هي دي العربية ودي هتتشحن ولا بالريموت؟ عيب عيب، مش صغير انت عشان تهزر. ما عجبكش العربية؟ العربية دي قصة كفاح، ما جاتش على المرتاح. اركب. لا انا هفط. بسم الله. ايه دي يا ابو عمو؟ هنعوم ولا سقف النطرة دي؟ ازيك يا بركة؟ ازيك يا بنت يا زهيرة؟ ايه عاملة انت؟ تمام الحمد لله. كل سنة وانت طيب يا بركة. يا ست محدش يقول لي كل سنة وانت طيب. ليه؟ كده؟ كل سنة وانت طيب يا بركة، والسنة الجاية ان شاء الله تبقى في بيتك. طب ما انا في بيتها، ما انا عايل تايه. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ انا هعمل لك النهارده تورته بالشوكولاته السوداء ما دقتش زيها. شوكولاته ليه؟ سوداء. لا حول ولا قوة الا بالله. وتسودي علينا النهار ليه؟ انا مش فاهم. يا ناقصة. حلوه يا بركه. طب دوقها. طلها طنها يا ابويا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب ثلاثة بالله العظيم لو عملت اي حاجه تاني لاكون قتلك ومخلص الطار انا. وايه اللي انت عامله في نفوخك ده؟ طب انا اشاهدك يا ابو عم تو، قول لي انا عاقل ولا مجنون؟ طول الليل اتعارك مع اللي مزين. الحمار عندنا في البلد بنحلق له ب50 جنيه، عايز ياخد في الشعرتين دول 100 جنيه؟ شعرنا اكتر ولا شعر الحمار؟ اه شعرك انت والحمار واحد. طب ما انا قلت كده يا ابو عمو. حلاق ايه ده اللي يمد يده في حر جابه نفوخك ده؟ ده انت عايز لك سباك. يا ده جمال، يا جمال، يا اللي امك سميتك جمال عند انت. ايوه عم بركه. طب ودي فيها حاجه غريبه يا ابو عمو، ما القرد في عين امه ده مال. اخرس. الواد ده انضم معايا، عايزك تشوفي له اي شغلانه كده مؤقته. وطب يعرف يعمل ايه ده؟ راقص باليه، يعرف يعمل ايه يعني؟ اي حاجه. طب لا مؤاخذه عن بركه، حاجه بسيطه استفهم من الاب نصاره يعني. دلوقتي يا ابن ساره، راقص الباليه ده هيشتغل بواكله ولا ياخد يوميه؟ الشاهد معه. انت مين اللي قال لك تفتح الباب انت؟ افتح وكيه يا ابو عم، انا والصينية على يدي هو اللي فاتح. ومين اللي قال لحرق ابوك ان احنا عايزين شاي؟ الدنيا رصراص ساقعه بره، قلت اعمل معاكم واد. اخي غور انت وهو امشوا. معيش شاي يعني؟ واحد بضندان، واحد بطاطس، واثنين طعميه. ياد بطعميه وبطاطس ايه وبتنجد ايه؟ طعميه ايه وبطاطس ايه؟ حد ياكل حته البسكوته دي؟ طعميه وبطاطس. ما انا ما قدرتش طعميه، انا عطيتها بضندان. بتنجد ايه يا عاد انت؟ هاد يا غشيم، خد امسك. هات لك 3 كيلو كباب وكفته وسلطه وروشهم. وهات كمان صينية بسبوسة بالقشطة. حكيم انا موت في الحلو. طب اقول لك ايه، اديب طبق ده توه.
يا ابو عمو ده انتوا ده انت عز ولا لا؟ سيبوه. ومسكني كده ليه اوعى؟ او مين اللي شد الحاج الدكان كده؟ ده عمبارك هيكتلكم جاس، مين انتوا؟ مباحث. هو عمبارك طلع دسوس؟ والله كان قلبي حاسس وبهوات طالعة وبهوات. فين الكارت؟ عارف طريقه الكارت ده بس عرفت البيع. هاتوا ده، تعال سيبه. تعال يا حبيبي. انت اسمك ايه؟ ده مال عبد الواد مركز ابو طيط اسيوط سعادتك. انت تعرف مكان الكارت ده يا جمال؟ ايوه بيه نعرف طريقه. بعد ما سعادة الباشا مشى عمبارك طلعه قدام عينيا وفضف التليفون ورماه على النديله في الدنينه. يعني انت تعرف تجيب الكارت ده يا جمال؟ يا بيه نجيب لك ابو اللي داب ابوه. برافو عليك يا جمال. عارف يا جمال لو جبت لي الكارت ده هعمل فيك ايه؟ هدلعك دلع كبير قوي يا جمال. ده انا اجيب لك مليون كارت. عايز من ابو كام؟ من ابو 10 ولا من ابو 25؟ بس خلي في علمك ابو 10 جنيه هيرمي 7 جنيه رصيد. أشي عمبارك هو اللي دسوس. أنا مش دسوس، أنا ماليش صالح. يخرب بيتك عمبارك هو اللي دسوس. واد يا جمال، يا جمال مالك فيك إيه أنت؟ عمبارك هم ما قبضوش عليه. مين دول؟ الدماء اللي قبض عليه. يخرب بيتك مش فاهم منك حاجة. أنا المهم الحمد لله على السلامة. حد مد يده عليك؟ لا ما حدش مد يده عليا. وكلوني وفرضوني على التلفزيون ومشوني وادوني الزمزكية دي. ادولك إيه؟ الزمزكية دي. طب وليه لابس سقف العربيه انت كده؟ الدنيا ساقعه تلد ما لقيتش حاجه. اقول لك ايه يا عم ياسر، اقل من متعدد مع شيلش. انا مليح بتاع الافلام الادميه ده هيضرب كيف ده عمبارك؟ انت عامل ايه انت؟ انا مش فاهم انت خد معاك ليه. هو انا خدت الصعيد يا اخي؟ كفايه اسكت. هو انت عيل صغير؟ ايوه صغير صغير صغير. يحرق ابو البيره اللي انت عمال تشرب فيها دي. مالكش دخل بالك انت، انا صغير وروحني انت. روحني امسك ده خلي معاك. انا معايا دراعي. طب وانا هتعرق بيها انا؟ خد داي. ايه داي؟ الكتريك تشوك. حاضر اخضر ابو عين واحده دي قبل فرح. اسمه مارد وشوشني. وشوشي قالك اياه. كهربولي تاني. دي دسه كبيره قوي. فض الشحن كله. وانت بتنح ليه؟ ما عجبنيش اللي انتوا هتعملوه ده يا ابو عمو. بقى حته البسبوسه دي هتفوجوها ببصل بدل ما تفوجوها بصابون ساير. هتموت. ايه مالك؟ مخول فيه انت؟ مسك قدامك يخرب بيتك. انا من حادثة عادبني جاو القميص والبنطلون اللي انت لابسه ده عمبارك. مليح مليح الطقم ده اكثر من الدلبية. دايبه منين ده؟ من دمعة الدول ولا